لما عدش عرض سلفو خاطر ساري عقرعة. اوه يا ساري اوه يا شيشيكا بارك على خوتي من المساكين، بارك على مصباح على غدر القنابل. على بداية الشعر، على بداية الشعر. ودحتولي أبو مولى هربي. الصلاه على النبي. بارك 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 خندوز العصير. هذا الفيديو اللي غادي يكون فيه العصير اخوتي. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس العزاز عليكم. كنتمنى الميمات ديالي اخوتي وخواتاتي اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج. بغيتكم تعطوني لو ماكسيمو ديال اللايكات في هذا الفيديو ضد في المجملات اللي حقروني اليوم. بغيتكم اخوتي تبينوا ليهم ان ياسين عنده ناس كيبغيو يعدوا المهمات ديالو اخوتو متبعينو. اعطوني اللايكات ضد فيهم، عدد فيهم اعطوني اللايكات اخوتي فقصهم ليا وحكوا ليهم القلب والله يخليكم ليا. شوفوا حب الناس ما كيتباع ما كيتشرى وما ليه ثمن. الا بغاك الا بغاوك الناس بغاوك، ما بغاوكش ما بغاوكش واخا طير. ملي كتكون كتعامل بواحد العفويه واللي في قلبك على لسانك وما كتكذبش وكتضرب مصداقيه، ربي كيعطيك الناس كيبغوك من دون مقابل. اقسم بالله العلي العظيم للاوديوات ديالكم في الواتساب والناس كيهضروا معايا صافي صافي كنحشم وكنت سبحان الله العلي العظيم واحد الاحساس في الشكل ملي كيهضروا معاك ميمات كيدعيو معاك ولدي الله يرضي عليك. واحد الاحساس سبحان الله العلي العظيم اكثر من الخلاص ديال اليوتيوب. غير داك الدعوات اللي كيجيوك من عند الناس والكلمه الطيبه. علاش الانسان خاصو يكون مزيان ويهضر بديك العفويه ديالو وديك الطيبوبه ديالو كما جات تلقى كما جات. انا شوف وانا راك عارفني كحله كحله بيضه بيضه. انا اديو عليا خوتي مرفوع عليا القلم. الانسان اللي ما كيتصنعش. اليوم جاني واحد الهجوم ما نعاودش ليكم ولكن نضرب واحد الدقيقه خوتي راه غير طلع لي المورال قبيله خوتي. جاني واحد الهجوم ما نعاودش ليكم. درت واحد الفيديو على السريعه قبيله على العائله ديالي اللي ما عندها عائله شيطه ديال الخلام مقطعه مجروقه. وهادشي راه عارفينه كلشي عارفو التاريخ عارفو ان السريعه مجروقه. نادو الكلبات الهاربات ديال السريعه غنسميكم الكلبات الهاربات المشحومات وكل وحده بسميتها مقيدهم. كيعايروا لي في الام ديالي عاوتاني وكيعايروا فيا المجروق يا اللي ما عندك عائله يا هادي. شوفوا غدا ان شاء الله غدا الا بقينا حيين ان شاء الله انا غادي للدار. ما مشيتش اخوتي في هذا العيد مع المهم الدار. غدا انا غادي للدار ان شاء الله وغندير لكم فيديو من الدار باش عرفوني واش عندي العائله ولا ما عنديش. واش عنايضه انا ما عندي عائله. كيت السريعه ديالكم الكلبه هي الكلبات ديال السريعه نتحداها. اللي قبيله جايين عندي في التعاليق وفي الواتساب لا راه كاينين عائلتك كيتك انت نتوما هذوك هما داك اللي تيق كذب الكذبه وتيقها. هادشي اللي وقع لكم نتوما كذبت واحد الكذبه وتيقتوها. ايوا نتحداها الى السريعه جاوا عندها عائلتها الفاس وبيناتهم انا نسد القناه ديالي. تحدي هذا من عرضت لكم انا كما نتوما عيطوني سبيتو انا ما غنسبش لكم والديكم. غنقول لكم الى السريع عندها عائلتها وجاو عندها الفاس وبينتهم انا نسد القناه ديالي. انا راه شايف مراي زيقه بعويناتي وشايف خت السريعه عارفين كي دايره. تبينهم غير تبينهم غير تبان مع لقطه ثانيه تبان معاهم السريعه صافي نقول لكم برافو لكم. هذيك الشيطه ديال الخلا وغتبقى الشيطه مدلوله بغيتو ولا كرهتو. فهمتوا هادشي اللي قاتلكم وداركم واحنا ليكم. علاش تجيو تسبوا فينا حنا؟ كتسبوا فينا على وحده شيطه ديال الخلا على وحده اللي كتنشر حقوق الوالدين. ما كتحشموش كتساهموا في السيئات هذيك راه حرام حتى واحد يتفرج فيها يشجع العقوق الوالدين يشجع وحده موسخه ديال الخلا. كتشرفكم وحده اللي كتشجع العقوق. كتشرفكم وحده اللي كتبكي واحد الام اللي كافحات ودمرات وخدمات وما خلات ما دارت مسكينه. اي السعاد مرخيه ماشي مرخيه. السعاد هي الشخصيه ديالها هكاك ما عندنا ما نديرو ليها. حيت كون بنات بكريشه وكون السريعه لقاو شي مرا ونص شي سميره نقول لكم على شويه فايقه. سعاد ماشي مرخيه وانما سعاد النيه ديالها النيه ديك النيه اللي ما بقاتش دابا واكله. هذيك النيه اللي ما بقات صافي خاص تحيدي النيه وتحيدي العاطفه. العاطفه استغلوا العاطفه ديالها والطيبوبه ديالها.
كل ما كانت السعادة نية، كل ما كانت السعادة طيبة بلا قياس. أنا بعد مرات كنقول هذا الشيء سذاجة، وكان عاتب السعادة في الخاص بعد مرات هذه القضية. ما يديروش لها هكا، والله ما يديروا لها خوتي بحال هكا. لا بكريشة لا السريعة لا أشنيتي كبيدة. كون كانت السعادة نهار الأول نوضت بكريشة يخدم ويدمر، سينو سير عاد مك سيفطي مومو عاد مك، ما غاديش ما يركبوش على السعاد. ولكن هما لقاو السعاد نية نهار الاول، لقاو سعاد خدامه كدمر مسكينه وتخدم بلا يوتيوب بلا والو. هادشي اللي كيديروا بعض النساء، مع احتراماتي لجميع النساء، كتخلي كدير هي الدور ديال الراجل، وكتخلي الراجل حقه راه غير جالس، حقه راه ما لقاش خدمه، ما كاينش ما لقاش خدمه. اللي راجل كيجيبها من نبد من فم السبع، اللي كنعرفو انا راجل وكيكون مقيد بالعائله ديالو، ما كيتسناش مراته تصرف عليه. اللي راجل كيدير المستحيل باش يجيب لي القوت. الناس كيمشيو للموقف وكيدمروا باش كيجيبوا وليداتهم وياكلوا باش يعيشوا الاسره ديالهم. شحال من واحد خدام مسكين غير في الفلاحه وفي هادي وهز عائله. بكري تلقاها بارده، ماشي ما كاينش الخدمه، ولا في القضيه بارده، كاين اللي ولا في العيالات يخدموا عليه. السريعه خدامه عليه، نهار اللي حل عينيه حلم على السعاد خدامه عليه، جاب السريعه خدامه عليه، بناته خدامين عليه، مدار مدور فيه العيالات خدامين به، وهذا هو الصعيب. لهذا اي وحده تزوج بشي واحد، انا ماشي ضد المراه تخدم، بالعكس المرأة تخدم وتعاون راسها، ولا بغات تعاون شوي واحد شويه في المصروف، ولا بغات هي ماشي تفرض عليك. ما تخليش داكشي تفرض عليك، حيت تفرض عليك قال لك ولفوا عاده قطع لي عاده منو تعاده. ملي كتولفي انت انك انت اللي كتعطي وما كتاخذيش، صافي اليد اللي كتشد ما كتعياش، واليد اللي كتعطي كتعيا. سيرتو ملي كتكون المرأة دايره الدور ديال الراجل، كتولي ملزوم عليها. شي كتصبري نهار الاول نهار الثاني كتولي ملزومه عليك انك تخدمي، ملزومه عليك انك الاولاد تكسيهم، ملزومه عليك انك هادي، ما كيبقاش كيولي الدور كله عليك. وهذا هو الغلط اللي دارت سعاد، وهذا الشيء اللي كنعاتب عليه انا سعاد. علاش نهار الاول ما وقفتش؟ ملي دخل عندك ب 50 درهم نهار الاول، سير جيب 100 درهم، سير جيب هادي، جيب هادي، جيب هادي، كون بالدار. ماشي هي دارت الدور ديال الراجل، ولكن سعاد النيه ديالها، النيه ديال الناس بكري، وخا سعاد راه باقا صغيره. سعاد انا جلست معاها وشفت الطيبوبه ديالها، سعاد العفويه ديالها هي اللي خرجت عليها. لهذا خوتي بعض المرات كنقول لكم النيه والثقه ما بقاتش واكله في هذا الوقت. شحفتني السريعه عطيني شحفها والله القسم. وكنشوف انا الناس دابا المشكله، مره داخله عندي كتسبني في التعاليق، والله الا مره وحده ما دير الحاجه شي حاجه، الحاجه زعما قالت لك وداخله كتسب فيا قبيله، على وداش على ود السريعه. النساء كيحاربوا واحد الام اللي كابحات باش تكونوا نتوما الضامن، وراه خاص النساء يضامنوا اكثر من الرجال في هذه المواقف هذه، فهمتوا؟ اللي نساء ومغربيات قحات وعندهم الغيره على المراه، خاصهم يشوفوا واحد المراه كتهان وواحد المراه مهضومه في الحقوق ديالها، خاصك تناضلي وتدافعي على ديك المراه باش يتاخذوا لها حقوقها، باش تكون عبره لوحدين اخرين، باش حتى شي واحد ما يفكر يضحك على شي مراه مره اخرى، باش تكون الحقوق ديال المراه. فهمتوا؟ هذا مهم كثير، هي مدونه الاسره، المدونه جديده. راه قال لك اللي كغد تزوجي بيه هذه شنو فيها؟ نهار تزوجي بيه ما عندوش حق يخرجك من الدار، وخا طلقي تبقاي بغيت نبت في الدار ما تطلقيش. زائد الحاجه اللي عجبتني اكثر انا في هذه المدونه، على ما حساب لك شي شفت، ان مثلا كان طلاق غاولا نيشان المصروف ديال الاولاد يتقطع من الخلصه ديال الزوج 20% كنظن، غتقطع ليش من الحساب ديالو غدوز للوليدات. مزيان، لان ملي كيكون في الطلاق الوليدات هما اللي كيكونوا ضحيه مساكن، الوليدات كيكونوا ضحيه، الام ما يمكنش غتلوح ولادها. بعض المرات الرجال ما كتكونش عندهم الكبده، بعض الابهات الله يسمح ليهم، بعض الاباء الله يسمح ليهم، ما كتكونش عندهم الكبده على وليداتهم، صافي كيخليهم. الام مسكينه لا ديك الكبده ديالها وديك الطيبوبه ديالها ما يمكنش، قليل الام اللي غتسمح في ولادها، ما كنظنش، قليل واحد النسبه قليله. الاباء لا بزاف. لهذا المراه خاصها تكون ضمن الحقوق ديالها من الاول، قاص احسن من كذاب. ما كاينش هذيك ديال صبري معايا لا حصيره صبري معايا لا زيت العود، زيت العود سيد دير امك دهن بها ظهرها، زيت العود على البروده قال لك معاك انا زيت العود والخبز، لا جيب الا ما كان على قد الحال نمشي معاه على قد الحال، ولكن ما ناخذ المسؤوليه كامله. وانت هذيك اللي سبيتيني غدا دابا كندير لك فيديو من عندنا من الدار، غدا ان شاء الله الا بقينا حيين. المهم خوتي كان هذا هو جوابي على الناس اللي كيسبوني، والله وكلت عليكم الله، والله ياخذ فيكم الحق. والام ديالي اللي جبدتها ما دارت لكم والو، وهي مريضه وعيانه الله يشافيها، كتبنا الدعوه ليا مع الام ديالي في التعاليق، عيانه شويه كما كتعرفوا الناس ديال القلب، الله يشافيها يا ربي، الله ياخذ فيك الحق.
زبتي واحد المراه اللي ما كتبانش، واحد المراه اللي ما عيداتك في والو، شي كنت عايرني انا ما نسوقش ليكم، ولكن الا الام ديالي. تحياتي لكم اخوتي العزاز، صبحوا على خير. كان ضروري خاصني نجاوب، انا ما جاوبتش الفيديو غادي تلقى شي حاجه ضروري خاصهم يشوفوا المعيور ديالي والسبان ديالي. والله يخليكم ليا، وشكرا على المساندة ديالكم اخوتي.